النوادي المدرسية أهمية كبيرة في المؤسسات التعليمية، وهي تتعدد حسب اختصاصاتها. إن نجد النادي التراثي الذي يهتم بإحياء التراث القطري القديم، والنادي العلمي، ونادي الامتياز، ونادي القصة وغيرهم. ويتجلى الهدف العام لكل هذه الأندية في تنشيط الحياة المدرسية وجعل المدرسة محط اهتمام الطالبات. يكون السؤال هو الأكثر إلحاحا، هو لماذا تبقى هذه الأندية حبيسة الجانب النظري، ولماذا لا يتم تفعيل أدوارها بالفعل؟ لكننا في مدرسة الخنساء قمنا بتفعيل وتنشيط دور هذه الأندية المدرسية بالفعل. الآن مع مسؤولة النوادي المعلمة فاطمة، ما هدف المدرسة من تطبيق فكرة النوادي؟ لقد قمنا بتطبيق النوادي المدرسية، وذلك إيمانا منا بضرورة استغلال الوقت المناسب بالشكل الأمثل. وتقوم فكرتها على عمل محطات أثناء الفرصة تستطيع فيها الطالبات المشاركة والاستفادة منها. وممكن نقول أهدافها باختصار هي استغلال الوقت الأفضل والفرصة بشكل مفيد يعود بالمنفعة على الطالبة، كذلك تنمية المهارات لدى الطالبة وإبراز المواهب الموجودة لديها، وكذلك أيضا هو يعتبر نوع من الترفيه للطالبات. يتعرفون على تاريخ الأجداد والاستفادة طبعا كبيرة من نادي التراث. ما رأيك في النادي التراثي؟ إنه نادي ممتع ومفيد، حيث يعلمني الكثير وأنقل الخبرة للآخرين، ولكن هناك بعض المعوقات مثل قص المدة المخصصة للنادي وحرارة الجو. ما هي الألعاب الشعبية القديمة؟ الألعاب الشعبية هي نط الحبل، الكتور، طق طق طاقية وغيرها. هل تستمتعين عندما تلعبين بها؟ نعم، فهي تعرفني على ماضي الأجداد. أنا طالبة مشتركة في نادي الامتياز، أذهب إلى نادي الامتياز في الفرصة ليس فقط لأرسم، ولكن لأتعلم العديد من المواهب. ويوجد هنا أصدقاء يقومون بعمل خريطة لقطر من عجينة الورق. ما أهمية النادي العلمي؟ النادي العلمي فكرة جدا جميلة وممتعة. يحدث النادي العلمي إلى تطوير الجانب العلمي والبحث لدى الطالبة، إنها تبحث عن كل ما هو جديد من خلال الشبكة المعلوماتية، تقوم بالبحث عن تجارب تكون قادرة على تنفيذها، مع لازم يكون عندها أيضا عارفة، تكون عارفة قواعد الأمن والسلامة وتنفذها أمام زميلاتها. ما هي فكرة نادي القصة؟ أساسا قمنا بفعالية نادي القصة لتقوية الطالبات على القراءة وعلى النطق الصحيح، وقمنا عليهم فعاليات مثل قراءة القصص وقراءة الكتب البسيطة لمستوى الطالبات، وبنسوي مسابقة الأكثر قارئة للطالبة وبتعطى هدية قيمة للفائزة بقراءة أكثر قصة أو كتاب. أنا طالبة أمل، أحب أن أذهب إلى المكتب لقراءة القصة. ومن خلال المقابلات واللقاءات التي أجريناها مع مشرفي النوادي ومع الطالبات من مشتركي هذه النوادي، وضح لنا مما لا يدعو مجال للشك فيه الدور الذي تلعبه هذه الأندية في تثقيف الطالبات وتنمية مواهبهن وأيضا تحقيق المتعة لهن. ولكن واجهتنا بعض الصعوبات في تطبيق هذه الأندية، ومنها عدم استطاعة الطالبات الاشتراك في ناديين قصر وقت الفرصة. ولكن بالطبع يمكن التغلب على هذه الصعوبات. كانت معكم الطالبة مها توفيق، صحفية ناشئة صغيرة من مركز الدوحة لحرية الإعلام، والطالبات سندس مهند وسارة شادي.